مرحبا بكم أصدقائي المتابعين في كل مكان. أصدقائي المتابعين، احنا هنا واقفين في مجسر وساحة فندق رمادة. هذا المجسر الشارع اللي شوفه اللي قدامك نروح إلى اسطنبول، وهذا اللي نزلت الجسر قبل يروح إلى سريع بورصة، والعلامات الزرقاء اللي شارع اللي على اليمين الفتحة تروح إلى تشنارتشيك والترمال. هذا هو فندق رمادة اللي تشوفوه، البناء الأبيض العالي. هسه احنا متوجهين إلى شارع اسطنبول جادة. تم تصوير هذا الفيديو بتاريخ الجمعة 21/10/2022. درجة الحرارة لهذا اليوم العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية. هذا الشارع اللي أمامكم يروح إلى مركز مدينة يلوى، الإيدو، ستار مول، البازار الكبير، الساحل. هذا هو مدخل شارع اسطنبول جادة من جهة فندق رمادة من جهة الدورتيول. سعر صرف الدولار لهذا اليوم كل 100 دولار أمريكي يساوي 1855 ليرة تركية، كل 10 ليرة تركية يساوي تقريبا 77 دينار عراقي. هذا الشارع يحتوي على العديد من أنواع المحلات، مطاعم، كافيهات، أسواق، سوبر ماركتات، أسواق مدعومة من الحكومة مثل الشوك والبيم واليوزفير 101 والمقاهي، كافيهات، أفرام، كل شيء موجود بهذا الشارع. احنا الآن بالضبط بشارع اسطنبول جادة. جميع الأفرع اللي تجيكم على جهة اليمين إذا تروح إلى شارع استقلال جادة، وجميع الأفرع اللي تجيكم على جهة اليسار تروح إلى شارع عمر، شارع شهيد عمر. أشكر كل أصدقائي المتابعين على دعمهم إلي، بس عندي ملاحظة أنه الاشتراكات دا تقل. أعتقد السبب أنه أما من اليوتيوب وأما أنه حسابات دا تنحذف، فاللي أرجوه من أصدقائي المتابعين كلهم أنه ترجع على صفحتي الرئيسية وتشوف اشتراكك مفعل أو لا. إذا موجود كلمة اشتراك فتدوس عليها حتى تصير مشترك، وإذا موجودة تم الاشتراك فهي أوكي يعني. والأصدقاء اللي يشوفونا لأول مرة نتمنى دعمهم واشتراكهم بالقناة وتفعيل زر الجرس وتعليقاتهم دعم لنا، شكرا لكم. تابعوا ويانا الفيديو للأخير وإن شاء الله ينال رضاكم. أي سؤال عندكم، أي استفسار، أي ملاحظة عندكم، رجاء اكتبولنا بالتعليقات وإحنا على استعداد أن نجاوبكم وبنفس الوقت. كلمة قصاب هاي اللي شوفوها قبالكم هي نفسها عندنا بالعربي قصاب. هذا الشريط الأصفر هو متجر شوك اللي يكون مدعوم من الحكومة، يعني كل المواد الموجودة فيه تكون أسعارها أرخص من باقي المحلات الموجودة في الشارع، ويحتوي على كل شيء تحتاجه بالبيت، المواد غذائية، ألبان، أغراض، إكسسوارات، كل شيء تتوقعه موجود باب الشوك. الدرينجون هاي الكتابة الحمراء الموجودة قدامكم، هذا محل مشهور ببيع الفواكه والخضر. الشارع يتخلص كله قبل يوصل للإيدو، العبارات اللي تروح لإسطنبول والبورصة.
مشاهدة ممتعة أتمناها لكم أصدقائي المتابعين. كملوا ويانا الفيديو. Onu şunu öğrenmemiz lazım. Hani ne kadar para verdiniz, ne kadar ödemeyiz aylık. Ona göre ben de konuşayım diyeyim ki işte tam ki gibi konuş, patronlarımla. Yani onu bir süre yetiştirmek bağlantı. Hani ne kadar هذا اللي على اليمين القطعة الحمراء بيم، أيضا هو سوبر ماركت مدعوم من الدولة، تكون أسعاره رخيصة أرخص من الأسواق الموجودة بالشارع، وأيضا يحتوي على كل المواد اللي ببالك، مواد منزلية كافة. Thank you.
وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقيكم بفيديو جديد بإذن الله. إلى اللقاء.